لوكي ده روشنة. لا لا لا، بعمل حاجة، بحضر لحاجة يعني، وبس، ومحتاج ان شعري يبقى طويل شوية. دراما ولا سينما ولا فيلم؟ لا لا، دراما بلاتفورم، بس مش هقدر اتكلم عن تفاصيلها دلوقتي، وبس يعني بحضر فيها بقالي شهرين. انت ايدك هتوجعك كده. 10 حلقات. 10 حلقات. لا لا لا، هو مش رعب ولا رومانسي، هو بيتصور كله بره مصر، وهو بيتكلم على ايه بقى؟ بيتكلم على حاجه نفسيه انسانيه جدا. انسانيه؟ اه جدا والله بجد، حاجه انسانيه جدا. انا عملت شر مره واحده. هتغني فيها؟ لا لا، ما بغنيش انا في التمثيل. ليه؟ عشان افصل ما بين ان انا مغني وان انا ممثل. ولو اتعرض عليك دور انك تغني وتمثل اكيد هعمله، لو يتقبل دراميا ان انا اعمل كده. يعني انا ما عملتش كده غير في خليج نعمه بس، بعد كده ما كنتش بغني. حاسك شبه ويجز، ما اعرفش ليه دلوقتي بالشعر ده. لا انا شبه ابني اكتر. اه ابني شعره كده زي اه. انت وهم عاملين حاجه دراما يعني؟ والله في فكره كده يعني انا شغال عليها يعني، ممكن نعملها. لا ما لو قلت لك الفكره هنعملها ازاي؟ سينما. اه وفكره حلوه جدا والله، يعني هي فانتسي يعني، نوعيه الافلام الخياليه يعني. طب هتتكلم عنه مثلا؟ لا لا، خياليه يعني، ما خيال يعني، ممكن نطلع بنطير مثلا، فانا يا ريت نكون بنطير في الحقيقه. الموضوع ده بيسبب لك ازمه ولا شايف؟ لا ازمه ليه؟ لا خالص. في حاجه مهمه بقى لاحمد فهمي، كل ما اجي ابعت له على الواتساب الاقي حاطط صورته. اه ما هو يعني احنا عاملين ديل، هو يحط صورتي على الواتساب وانا احط صورته على الواتساب، يعني فاهم؟ يجي لكم شغل مختلف بقى ولا ايه؟ يعني كل واحد لا 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 يعني، بس يعني ظبط لخبط. كلكم تشتغلونا يعني، ايه الهدف؟ ظبط لخبط يعني، ما لسه براجع الشات عشان اشوف احمد فهمي مين فيهم بالظبط يعني. الايه؟ اغرب موقف حصل لك على الاسم ده بالذات؟ لا اصل احنا متعودين يعني، احنا من زمان قوي واحنا خلاص الناس عارفه فهمي وفهمي يعني. ويعني مره هو عمل لي انترفيو مثلا في مجله، يعني حد كلمه على اسنانه وعمل الانترفيو كله وكلمني قال لي انا رديت قلت كذا وعملت كذا. مره هو كان حد كلمني على اسنانه وهو واخدت له ميعاد، قلت له انت عندك بكره ميعاد مع مخرج الفلاني الساعه كذا. والله بجد بالظبط. لا ممكن، بس لو يعني انا نفسي اعمل ميوزيكال حلو. لو اشتغلت انت واحمد فهمي مع بعض الاسم مين؟ لا عادي مش فارقه، بس يعني نعمل حاجه تبقى لايقه علينا، بس ده الاهم يعني. طيب في عمل ليك اغاني ليك؟ لا واما بس. ايه بقى لا شغالين عليها دلوقتي بقى بتفاصيل بقى. لا يعني شغالين على اغنيه جديده مع عزيز الشافعي برضو، واو مع توما. احمد انت اشتغلت مذيع وفات البرامج، غنيت، مثلت، عملت كل حاجه، ايه نوع الفن؟ كله ليه علاقه بالفن، فانا ما عنديش مشكله ان انا اعمل اي حاجه ليها علاقه بالفن. يعني انا ما كانش عندي مصنع خشب وغنيت مثلا يعني، فاهمه؟ فهو ادم كله اللي ريليتد بالفن، انا برسم مثلا يعني، ليه لا؟ يا بصور مثلا، ادم كله يخص الموضوع زي بالظبط. لو انت بتكتبي قصه وانت اصلا بتكتبي في جريده وانت بتعملي روايه طويله، ما انت مش كتابه في النهايه. لا المزيكا انا دارسها بقالي حاجه 20 سنه درستها، بس دلوقتي بحب التمثيل قوي. ايه لسه ما هنعمله ايه بقى الفتره اللي جايه كمان بعد ما أغنية؟ ما أنا لسه قايل، أنت مش سامعنا. إيه لسه في أحلامك ما حققتوش مستقبلك؟ يعني ما فيش فنان ليه حدود، يعني كل فنان بيبقى نفسه يعمل حاجة أحسن ويعمل أحسن، لأن مهما حصل بيبقى زي الكاتب أو زي أي نوع من أنواع الفنون، بيبقى جوه كل فنان شيء نفسه يفضل يطلعه للناس واحده واحده. انت قلت انك شبه ابنك ممكن تعمل معاه ديلو او ده ابني ما يعني بيغني بس ما بيحبش يغني يعني. شايف ابنك قريب وانا اشطر؟ ابني ولا عايز يعمل ده ولا ده يعني، ابني مركز في الدراسه. سنه كام؟ ايه؟ هتفيد في ايه الناس ان انا اقول ابني في سنه كام؟ الناس عايز تعرف. انت مش هتكبر ليه؟ هو يخش اللي هو عايزه، بس اهم حاجه يهتم بالدراسه دلوقتي. هو دلوقتي في يعني انت مش مهتم خالص ان هو يعني يدخل مجال التمثيل من صغره او اللي هو عايز يعمله يعمله بعد ما يخلص دراسه كويسه حاجه زي كده؟ راحته. طب انا عايز لا مش هساعد حد.